السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم البيم بشكل دائري. هقول له بيم واقول له ان انا عايز ارسمه على هيئة ارك بالشكل دوت. لا ده انا عايز ارسمه كأن سقف على هيئة ارك، يعني دي يبقى عمود على دوت. طيب ممكن لو احنا عندنا جريد، او ممكن اقول له انا عايز ارسم ريفرنس بلان اهوت، تمام. وهاجي هنا واقول له هنا ان انا عندي ديت مثلا اسميها 01، تمام. ودلوقتي مثلا هقول له ان انا عايز ارسم بيم، وعايز احدد ان انا هرسم، ممكن ترسمه مثلا على الاليفيشن مثلا او بالشكل دوت. هقول له ان انا هرسم ست على الريفرنس بلان اللي هو 01، اوكي. واجي هنا في استراكشر واقول له بيم، واقول له ان انا هرسمه على قوس من هنا لهنا بالشكل دوت، تمام. فيطلع عندي الشكل دوت. لا ده انا عندي لو السقف نفسه مايل عايزه يتبع السقف. حاضر يا سيدي الفاضل. طيب هنفترض ان انا عندي، اجي هنا من اركتكتشر واقول له ان انا عندي السقف بتاعي روف باي اكستروشن، فبيقول لي هترسم على اني حاجه. هقول له ان انا عايز ارسم مثلا على ريفرنس بلان اللي هو 01، اوكي. وبيقول لي ابدا ارسم بقى الحاجه اللي انت عايزها، فانا هرسم شكل كده غير منتظم. حاجه اللي هي ايه من الاخر كده يعني. تمام اوكي. انا عايز البيم يمشي مع السقف دوت، تمام. عايز ارسم بيم بالشكل دوت. الخصائص بتاعت البيم ما فيهوش القصه دي، بس انا عندي ممكن اعمل التراس اهو. بيقول لي مفيش استراكشر تراس، اقول له ماشي. نحملها من 20 مثلا، وممكن تختار بقى اي شكل انت عايزه، وليكن مثلا شكل دوت. تمام. طيب خلينا نيجي كده في الليفل بتاعنا، واقول له ان انا هرسم تراس بالشكل ده. تعال نشوفها بقى في 3D. ممكن ننزله شوية، نقول له مثلا ماينس 2 وماينس 2. طيب انا مش قادر اتخيل الارقام عشان ايه، عشان هي معمولة بالبوصة، فممكن تخش على اليونت وتعدل اليونت. طيب هو لسه ما خدش الشكل. طيب خليني ادوس هنا واقول له ان انا عايز اعمل edit family. وهلغي كل اللي تحت دوت، واقول له حمله في المشروع. طيب ده بقى هعمل عليه select، وهقول له attach top، وروح محدد السقف، تمام. فيجي معايا بالشكل دوت. وتقدر في اي لحظة تعمل select وتعمل edit للبروفايل، تعدل فيه، تقدر تعدل في الشكل. لو انت عدلت في الشكل دوت، يعني لو عملت select كده وقلت له edit profile وعدلت شكل زي ما انت عايز، برضو هيتبع الشغل بتاعك.
تمام. فكده احنا ماشيين مظبوط، عملنا المطلوب مننا. في حاجة أصعب إن شاء الله تيجي في فيديو جاي، يعني في حاجات أدفانسد، فاعملوا اشتراك بالقناة.